وقع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بروتوكول تعاون بشأن صكوك الأضاحي. ويقضي البروتوكول بتوريد 700 طن لحوم أضاحي بما يعادل 4000 رأس ماشية من المواشي الحية من خلال الشركة القابضة للصناعة الغذائية بعد ذبحها في الوقت الشرعي للأضحية وتوزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات. الاهتمام بالبعد الاجتماعي وسون كرامة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا هدف الرئيس لدى الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية. من هذا المنطلق جاء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين لتوفير 700 طن لحوم أضاحي لتوزيعها مجانا خلال أيام عيد الأضحى على الأسر المحتاجة بعموم القطر المصري. تم اليوم زيادة البروتوكول الموقع للحوم صكوك الأضاحي إلى 700 طن، وهو في الواقع نحو 4000 رأس من البقر يتم تحويل ذبح هذه الرؤوس في الوقت الشرعي للذبح. نؤكد يتم ذبح جميع رؤوس الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح، وتتم عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل تحت إشراف مشترك لوزارتي الأوقاف والتموين مستهدفين الأسر الأولى بالرعاية. مشروع متكامل يأتي في عامه الخامس بعد نجاحه في الأعوام السابقة لتنعكس ثقة الناس به من خلال زيادة نسبة شراء الصكوك من الأوقاف وتوريد أفضل رؤوس الماشية والأبقار من التموين. تتولى الجهات الرسمية الذبح بالنيابة عن المواطنين حتى يمكن حسن استخدام الناتج الذبح، كذلك التصرف في كافة المنتجات الإضافية اللي موجودة من الذبيحة، وفي نفس الوقت بنضمن وصول حق الناس كلها للفئات الأكثر احتياجا. وأخيرا مشروع لحوم صكوك الأضاحي من الأوقاف يعد نموذجا للشفافية في العمل الاجتماعي ووفق سياسة واضحة، وهي الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. من وزارة الأوقاف وليد هيكل للتلفزيون المصري.